أسئلة كثيرة تسأل عن، يقولون الإسوارة التي تباع في الصيدليات والتي يقال إنها علاج للكهرباء والشحنات الكهربائية، ويوصي بها بعض الأطباء، هل فيها حرج أو تدخل في الحلقة المنهية عنها؟ والله هذه عرضت على هيئة كبار العلماء من زمان، وقالوا ما دام الأطباء ينصحون فيها ويقولون إنها فيها نفع، يعني أن فيها خاصية طبية، لا بأس بها. نعم.